أود أن أرحب بكم في عبق التاريخ في أحد المناطق السياحية والتاريخية الساحرة بمصر، والتي تحتضن ختام منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية. من هنا هنبدأ التفاعل والعمل، هنبدأ فيها من آليات ولجان وكمان تفعيل لأواصر التعاون في المجال الذكاء الاصطناعي اللي اخترناه ومجال ريادة الأعمال، حيث نجح المنتدى في ربط الشباب المصري الروسي وتطوير الحوار الشبابي بين شباب البلدين وترسيخا للعلاقات التاريخية بين الشعبين، وصولا لتوصيات تعد خارطة الطريق للمشاريع المشتركة، زيادة مساهمة الشباب في تطوير التعاون والتكامل بين مصر وروسيا، وما هو ما يهدف إليه عام التبادل الإنساني المشترك بين البلدين، والذي أطلقه الزعيمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الليلة ليست النهاية، إنها البداية، فكل ما ظهر من تفاعل وأفكار خلال المنتدى جعلني أرى في الشباب القوة والأمل، وتجعلني أتوجه بالشكر والتقدير إلى جهودهم الكبيرة خلال المنتدى.